السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده ده اول فيديو لنا في سلسله تعلم كمبيوتر فيجن باستخدام اوبن سي في للمبتدئين، فان شاء الله يكون السلسله مفيده لكم. ويلا بينا نبدا بسم الله. اول حاجه طبعا يعني معظمنا شاف الافلام دي قبل كده، يعني الافلام دي طبعا لما احنا جينا مصرناها يعني اول مره او شفناها اول مره، يعني بالنسبه لي يعني قلت ده خيال علمي، حاجه مش هتحصل يعني تقريبا لما يكون الواحد مات، يعني مش هتشوف الحاجات دي في حياتي. بس الحقيقه ان هو يعني ده عكس كده تماما، يعني المفروض ان احنا في الوقت اللي عايشين فيه يعني الحاجات دي موجوده فعلا. يعني صوفيا اللي احنا شايفينها دلوقتي دي روبوت حقيقي موجود في وقتنا دلوقتي، وحتى هنا في مصر استضافوه في برنامج والمذيع كان بيتكلموا عادي وخالص، وتحس ان هو مش روبوت اساسا، فيعني حاجه مش طبيعيه خالص. فشكل الموضوع يعني مش هيحتاج ان احنا نموت عشان نشوف الحاجات دي، لا. يعني انت لو جيت بصيت مثلا من 10 سنين، يعني لو جينا فكرنا في الموضوع بطريقه منطقيه، مثلا من 10 سنين في العالم في الوطن العربي بتاعنا، يعني مثلا ما كانش فيه واي فاي بالطريقه الموجوده دلوقتي، ولا فيه انترنت بالسرعه اللي موجوده دلوقتي. حتى التليفونات اللي كانت موجوده كانت تليفونات نوكيا بزراير، يعني مش تاتش، حتى غير التليفونات بقى طبعا اللي معانا دلوقتي سامسونج والايفون والكلام ده كله. فدي فتره قصيره جدا، 10 سنين، انت متخيل 10 سنين حصل القفزه دي كلها؟ فمش عارف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، والدنيا ماشيه بسرعه الضوء مش الصوت كمان. طب ليه اشغل نفسي واتعلم واتعب نفسي واتعلم كمبيوتر فيجن؟ من وجهة نظري الشخصية يعني ان دي واجبنا اساسا، يعني دي حاجة اساسية والمفروض ضرورة ان احنا نتعلم كمبيوتر فيجن. يعني يعتبر دي اللي اسسها علماء عرب شبه الخوارزمي وابن الهيثم، فهم اللي يعني ابن الهيثم هو اللي انشأ الكاميرا اللي هو الكمبيوتر بيشوف بها اساسا، والخوارزمي هو اللي عمل الجبر اللي هو بيستخدم في الكمبيوتر فيجن وفي كل حاجة بنستخدمها في الماشين ليرنينج، تمام؟ فالمفروض يعني من واجبنا ان احنا نحاول ان احنا نكمل وراء اجدادنا، ونحاول ان احنا نطور من نفسنا، ونحاول ان احنا يعني ايه بقى ما نبقاش مع مجتمع مستهلك وخلاص، نستنى التكنولوجيا على ما تتحسن وتتطور ويتقدموا فيها جامد قوي وبعد كده هم يدونا الحاجات اللي هم عايزين نتهن. لا، احنا عايزين احنا اللي ننتج التكنولوجيا اللي احنا عايزينها، احنا اللي نصدر بره ويبقى عالم منتج مش عالم مستهلك. دي من وجهة نظر. تاني حاجه ان هي ممتعه جدا جدا جدا، يعني الكمبيوتر فيجن دي يعني جميله جدا بجد، يعني حاجه من الحاجات الجميله ان انت يعني دي ان انت لما تيجي تعلم حاجه بتحب ان انت تطبق عليها وتشوفها يعني بعينك وتشوف انت اتعلمت ايه. كمبيوتر فيجن كده بالظبط، يعني انت لما بتعمل حاجه بتشوفها بعينيك وبتطبق وبتشوف انت عملت ايه، تمام؟ عكس حاجات كتير جدا نظر، ان انت بتقعد تحفظ نظر وتحفظ حاجات وبالاخر تتخيل في دماغك، يعني انت حتى مش شايف الحاجه قدامك انت بتتخيل كمان. فكمبيوتر فيجن رهيبه جدا جدا جدا، تمام؟ تاني حاجة ان الكمبيوتر فيجن مهمة جدا للروبوت في المستقبل، يعني الروبوتات في المستقبل مش عايزينها ان هي تبقى حاجة جامدة كده، يعني مش حاجة ملهاش مشاعر ملهاش احاسيس، لا، هم عايزينها ان هي تكون تعرف تتعامل شبه الانسان. يعني لو في اختبار اسمه تورينج تيست، تورينج تيست اللي هو ايه، الان تورينج ده لو تعرفه كان هو يعتبر شبه الاب الروحي كده للذكاء الاصطناعي، يعني هو من ايام الحرب العالميه الاولى كده، بس هو يعني يعتبر شبه الاب الروحي للذكاء الاصطناعي. ايه هو الان تورينج تيست؟ الان تورينج تيست قال لك لو انت جبت شخص وحطيته في اوضه وخليته يتكلم مع شخصين اتنين، لو ما عرفش يفرق مين فيهم الروبوت يبقى كده انت خلاص، انت كده حققت الشرط وحاجه ان الروبوت ده فعلا يقدر يتعامل كانه بشر بالظبط. فهو ده الان تورينج تيست، هو ده اللي هم عايزين يحققوه، عايزين يخلوا لو الشخص اتكلم مع روبوت ما يحسش ان هو روبوت خالص، يحس ان هو بيتكلم مع انسان طبيعي وما يعرفش يفرق ما بينه كانه انسان ولا روبوت. فده هو اللي هم عايزين يوصلوه. وده طبعا يعني هتقول لي طب وده مهم في ايه ده كده مش مهم خالص؟ لا، هيبقى مهم جدا. يعني مثلا حاجه شبه الميديكال كير او الميديكال فيلد المهمه جدا، بحيث ان انت مثلا ايه تقدر تشوف تعبير الشخص، تقدر مثلا الشخص تعبان فتقدر تواسيه، الشخص مثلا عنده حاجه تقدر تساعده شويه، فهكذا. فدي مهمه جدا الميديكال كير برضه في الكمبيوتر فيجن. فده كله يعني في الكمبيوتر فيجن بيحصل ازاي؟ ان هو بيشوف تعبير الشخص وتجاعيد وشه وتحركات عينيه وكل ده، بيحاول ان هو يفهم تعبيره عامله ازاي، هو حاسس بايه. طب ازاي ممكن استخدم اكتر الكمبيوتر فيجن اكتر في الميديكال فيلد؟ يعني مثلا طبعا عارفين ان الطب يعني الحاجات الطبيه دي طبعا غاليه جدا، الكشف غالي وكل حاجه غاليه في الطب بجد، وفدي مش متوفر ناس كتير. ففي ناس كتير جدا يعني ايه ما بقاش لها حق الرعايه الصحيه ومفيش اي حاجه. طب هنعمل ازاي ونحل المشكله ديت ازاي؟ فالفكره او يخلوا اي حاجه ممكن نعملها اوتوميشن في الطب استخدم فيها الروبوت او المشين ليرنينج. يعني حاجه مثلا انت عملت اشعه صدر، انت هتقعد مثلا تروح لدكتور وتستنى الطابور بتاعك
وتقعد ساعتين ثلاثة في العيادة، ما الدكتور بس يبص على الأشعة في خلال 5 دقايق ويقول لك أنت عندك إيه. يعني أنت مستني بقالك 3 ساعات عشان تقعد معاه 5 دقايق ولا 10 دقايق. ف دي الواقع، بس يعني حاجة المفروض لازم تتحل ومشكلة لازم تتحل. فالفكرة إن هما حاجة إن هما شغلانة عليها دلوقتي، هما بيقول لك مثلا أنت تاخد أشعة الصدر بتاعتك ديت وتصورها، وبعد ما تصورها ممكن مثلا ترفعها لتطبيق معين أو ترفعها على موقع على النت، والموقع هيعمل تحليل الصورة ويقول لك أنت عندك إيه بالظبط. تمام؟ فدي نفس التجربة ونفس الحاجة اللي بيعملها الراديولوجيست اللي هو أخصائي الأشعة. هما دلوقتي يعني في توجه كبير جدا إن هو يخلي الكمبيوتر يعرف إزاي يميز ويقرأ أشعة الصدر، أشعة مثلا اللي هو مثلا سرطان، اي حاجه الكلام ده يعرف يحدده ويعرف يقول التشخيص اللي عندك ايه والكلام ده كله. فدي مهمه جدا جدا وهتوفر كتير جدا، وهيبقى وهتقلل يعني ايه المصاريف المستهلكه في الطب، وهتقلل كل حاجه، وهيبقى لها يعني ايه تاثير واسع جدا جدا. تمام. حاجه من الحاجات التانية برضك اللي هو ايه، ان كل حاجه حوالينا دلوقتي بقت صور وفيديو، وحتى اليوتيوب بقى مليان صور ومليان فيديو وكل حاجه. فالفكره ان يعني ان هو ايه كمبيوتر، ان يعني دي افضل وقت ان انت ممكن تستخدم فيه كمبيوتر فيجن، يعني موجود فيه كل حاجه، انت كل حاجه انت محتاجها صور كتير فيديوهات كتير كل حاجه. فانت مش محتاج ان انت تستنى مثلا او تقول ما عنديش مثلا داتا او اي حاجه ان انا اشتغل عليها، لا ده الدنيا موجوده عندك. يعني حاجه بسيطه برضك من التطبيقات اللي هو مثلا الفيسبوك. الفيسبوك مثلا لو انت جيت اتصورت مع واحد صاحبك ورفعت الصوره، الفيسبوك تلقائيا بيتعرف على وجه صاحبك ويعمل له تاج في الصوره. فحصل ازاي ده؟ ايه السحر اللي بيحصل ده؟ فهو دي الفكره، هو بيعمل كمبيوتر فيجن وفي خوارزميات هو مشغلها الفيسبوك، وبيعرف يبدا يتعرف على اشخاص فعلا. فدي يعني حاجه من الحاجات البسيطه في الكمبيوتر فيجن. حاجه تانية الاوبجكت ديكشن او الاوبجكت ريكوجنيشن. الاوبجكت اللي هو عباره عن التعرف على الاشياء ازاي. يعني مثلا انت بتجيب الكاميرا اللي عندك مثلا ولا حاجه وتوجهها ناحيه شيء معين، يبدا يعرفك مثلا ده عربيه، لا دي مثلا حصان، لا دي مبنى، هكذا يعني. فالفكرة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني بحس مش عايز اقول لك مهمة لدرجة ايه. يعني ابسط تطبيق ليها واحد مكفوف مثلا وعايز يروح يشتري حاجات من السوبر ماركت، فلازم ان هو ياخد واحد معاه يساعده، يقول له مثلا اجيب يقول له على الحاجة وهو يروح يجيبها له والكلام ده كله. فطبعا يعني ايه صعبة ومكلفة والكلام ده كله. فالفكرة انت ممكن تعمل تطبيق الشخص المكفوف ده ممكن ياخده معاه، بحيث ان هو يرفع يشغل الكاميرا، ولما مثلا الكاميرا تيجي على حاجة يعرفه مثلا دي سكر، دي ملح، دي سمك، دي لحمة، هكذا يعني. فدي مهمة جدا جدا وهتساعده، وهتوفر عليه حاجات كتير جدا جدا، وهتوفر عليه طلب من ناس تانيين والكلام ده كله. سيرفيلانس اللي هو يعني ايه المراقبة. يعني ايه سيرفيلانس؟ هقولك. يعني مثلا انه بيبقى فيه كاميرات في الشارع، ومثلا بتقعد بقى تصور اشخاص والكلام ده كله. طبعا اي وش بيجي في الكاميرا هي بتبقى عارفه الوش ده وبتحفظه وبتسيبه معاها. فلو مثلا حصلت عمليه سرقه مثلا في قلب الشارع، تقدر تشوف وش الحرامي وتاخده وتحفظه. او لو حصلت مثلا اي حاجات مخالفه في الشارع، تقدر تحفظ الوش. او مش كده وبس، ده ممكن كمان لما تتعرف على الحاجات ديت تبعت مثلا انذار للشرطه ولا حاجه ان هي تيجي في الشارع دي في المكان ده في كذا كذا كذا، وتدي له مواصفات الشخص اللي عمل ده كمان. فايه ده يعني؟ ممكن تفتكر ان هو خيال علمي، بس لا ده الحقيقه جديه بتحصل فعلا. يعني حاجه كمان برضك مش هي ما بتقتصرش على الشرطه بس وخلاص، لا انت ممكن مثلا لو دخلت سوبر ماركت كبير، هايبر كبير كده، ممكن وفي جواه كاميرات، ممكن مثلا الكاميرا تقعد تفضل مراقباك من ساعه ما دخلت لحد ما تخرج. يعني من ساعه ما دخلت انت وقفت مثلا قدام مثلا الحاجه دي، قدام المنتج ده قد ايه، فضلت تبص له قد ايه، فضلت مثلا اشتريته ولا ما اشتريتوش، وبيحسب مثلا انت مهتم بيه ولا لا، طب انت بعد ما سبته رحت المنتج ايه، وهكذا. كل دي بيقعد يخزنه معاه، بحيث انت مثلا لو انت مشترك مثلا معاهم على موقع او اي حاجه والكلام ده، بحيث لو مثلا الايميل بتاعك موجود معاهم ولا حاجه، ممكن بعد كده يبعتوا لك ريكومنديشن على الحاجات اللي انت كنت بتبص عليها. فانت لو من غير ما اي حد يتدخل ولا اي حاجه، الكمبيوتر تلقائيا بيبعت لك حاجات انت كنت بتبص عليها وكنت مهتم بيها في اخر زياره انت كنت موجود في السوبر ماركت. حاجه خيال علمي والله، فمش طبيعي. حاجه تانية برضك اللي هو ايه الهاند جيتشرز ريكوجنيشن. يعني ايه طبعا السم والبكم بيتكلموا بلغه الاشاره. فانت مثلا انت كانسان واني مثلا ما بفهمش لغه اشاره، فهفهم اللي هما بيقولوه ازاي. نفس الكلام برضك، هتجيب كاميرا ولو انت مثلا تخليها تصوره وهو بيتكلم او هو بيعمل بايديه،
ماشي، وبعد كده هي الكاميرا تبدأ تترجم وتقول لك مثلا الحركة دي مثلا حرف اف، الحركة دي حرف ايه، وهكذا يعني. وبعد كده تقول لك الجملة اللي هو كان كاتبها، تمام. فأول ما تقول لك الجملة اللي هو كان كاتبها تقدر أنت تفهم هو بيقول ايه، أو العكس، بحيث ايه، بحيث مثلا أنت بتكتب جملة جوه التطبيق وتخلي التطبيق يعرض الكلام اللي أنت كتبته ده بلغة إشارة، تمام. فبالتالي انت ممكن كده تقدر تتفاهم او تتواصل مع الشخص الابكم مع البكم والصم بطريقه بسيطه جدا، وبتطبيق بسيط جدا. حاجه كمان برضك اللي هو في فين، في الطريق السريع. طبعا في الطريق السريع بيبقى في يعني حاجات كتير ومخالفات كتير جدا، والكلام ده كله بتحصل بعد، بسبب المخالفات دي بتحصل مشاكل كتير جدا وحوادث كتير جدا. فالفكره ان انت هتيجي في الطريق السريع ده وتحط كاميرا مثلا، والكاميرا تقعد تفضل تراقب اللي هو مين، لوحة الأرقام بتاعة السيارة، تمام، بحيث إنها تقدر تتعرف على كل سيارة، مين اللي مشي ومين اللي عمل مخالفة ومين اللي ما عملش مخالفة والكلام ده كله، تمام. وبس الرصيد بتاعك مثلا موجود معاهم أو أي حاجة، عملت مخالفة تلاقي الرصيد بتاعك اتسحب منه. طب ليه؟ عشان أنت عملت مخالفة في الطريق السريع لما أنت كنت ماشي في يوم كذا في الساعة كذا في الطريق كذا، يعني من غير ما تتكلم. يعني هو يعني هم مسجلين كل حاجة باللحظة، بالتاريخ، باليوم، بالمكان، بكل حاجة. فدي الفكرة، تمام. فلو مثلا حصل أي حاجة أو كده هيعرفوا يجيبوه. فدي فكرة يعني، فدي حاجة رهيبة برضه. حاجة برضك من اللي كانت موجودة برضك اللي هو الإكس بوكس. الإكس بوكس كان من 2010، الحاجات ديت كانت موجودة من 2010. حاجة من الحاجات التانية برضك الإكس بوكس كينكت دي، أنا شفته بيتهيألي بقى له 10 سنين. يعني لو شفت الفيديوهات على اليوتيوب بقى له 10 سنين. يعني متخيل التقنية فكرتها ايه؟ فكرتها ان انت مش محتاج، لو انت محتاج مثلا تلعب فيفا او بيس او اي حاجة، انت المفروض مثلا يكون معاك ادراع بلاي ستيشن وتقعد تلعب. بس لا، الفكرة مش في كده خالص، هم عايزين العكس بقى، عايزين انت ممكن تلعب اي لعبة من غير اي جهاز تستخدمه. هو الفكرة في ايه؟ لو انت جيت بصيت مثلا في الفيديو هنا هتلاقي ان هو بيحرك الكورة بايديه، يعني بيعمل الجهاز بيشوف حركة ايديه رايحة فين لقدام وبأنهي زاوية وبقد ايه، ويبدأ يحرك الكورة. فدي الفكرة كلها، انت بتلعب بجسمك يعني من غير ما تحتاج اي جهاز ولا اي حاجة. كل ده برضه كمبيوتر فيجن يعني. طبعا بوستون داينامكس، بوستون داينامكس طبعا يعني ايه، فيديوهاتها قلب اليوتيوب والفيسبوك بسبب الروبوتات بتاعتهم. فيعني الروبوتس طبعا انت لو جيت بصيت دلوقتي للصورة الموجودة يعني هتحس ان هو فيلم خيال علمي وحاجة مش موجودة اساسا، بس هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه زي ما قلت لك، تمام. فالروبوت هنا يعني ايه، يعني عارف ارتفاع كل منطقة قد ايه، وعارف الزاوية اللي هينط بيها، وعارف هو هيمشي قد ايه. كل ده يعني مش هيحصل غير ما يكون عنده كمبيوتر فيجن، يعني هو عارف المكان فين وعارف النقطة اللي هيقف عندها فين بالظبط والكلام ده كله. فده طبعا هيبقى لهم تأثير كبير جدا في الجيش او في الشرطة او حتى في اي حد، يعني بحيث ان هو مثلا ممكن يستخدمه فعلا. يعني شوف بقى اي فيلم خيال علمي وطبق عليه الكلام ده كده، يعني خلاص احنا هناخد الافلام العلمي بقى وناخد منها الفكر بتاعتها والافكار بتاعتها ونبدا نطورها في ارض الواقع. فيعني ايه دي يعني باختصار شويه من الحاجات اللي هو ممكن تعملها بالكمبيوتر فيجن، ولها طبعا يعني مجالات كتير جدا، ويعني بحر الكمبيوتر فيجن دي. فانت لو دورت فيه هتلاقي استخدامات كتير جدا ومجالات كتير جدا، وهتلاقي فيها شغفك ان شاء الله وهتلاقي هدفك فيه. طيب يا رب تكون اقتنعت بس باللي انا قلته ده. طب انت دلوقتي المفروض انت تكون عارف ايه عشان تبدأ معانا في الكورس ان شاء الله. اهم حاجة لازم تكون عارف بايثون، مهمة جدا، دي الاساس اللي احنا نعمل بيه وهنبدأ نبرمج بيه، لازم تكون عارف بايثون ان شاء الله، تمام. طب بعد كده لازم تكون عندك خبرة في نمباي، يعني تكون انت عارف نمباي ازاي مثلا تعمل اراي، ازاي هي ال 1D 2D 3D اراي والحاجات دي كلها. فأهم حاجة عندي بايثون ونمباي، لازم تكون فاهم بايثون ونمباي كويس جدا، وفاهم ازاي اشتغل، ازاي تبرمج بيهم وبيشتغلوا ازاي. ماد بلوتليب برضك مهم، بس يعني عادي انت ممكن يعني لو مش عارف ماد بلوتليب مش مشكلة خالص، انا هبدأ اشرحها برضك ان شاء الله في الكورس، لو انت عارفها هتبقى مفيدة لك جدا ان شاء الله. طيب انا مش عارف الحاجات دي اللي انت قلتها دي كلها، هقول لك يا سيد. بص ان شاء الله فتحت في الديسكريبشن هسيب لينك فيديو هيعرفك ازاي تتعلم بايثون من الصفر من غير ما يكون عندك اي خبره خالص، ان شاء الله هسيب لك تحت في الديسكريبشن. وكمان فتحت في الديسكريبشن هيبقى هسيب لك لينك كتاب هيعلمك ازاي تستخدم بايثون ونمباي وماتبلوتليب الثلاثه، في كتاب رائع جدا ومجاني كمان، فكتاب جميل جدا جدا ورشحك ده ان شاء الله. برضك هسيب لك تحت في الديسكريبشن، فاتفرج على الفيديو ان شاء الله يفيدك كتير جدا.
وتاني حاجة إن شاء الله كورس يعني بالباور بوينت بالملفات بالكود بكل حاجة إن شاء الله هيبقى موجود على جيت هاب، وإن شاء الله برضه هسيب لكم لينك الريبو تحت في الديسكريبشن، فإن شاء الله خش عليه وإن شاء الله هيبقى أجدد الريبوزيتوري باستمرار إن شاء الله كل ما أرفع فيديو إن شاء الله. بس فدي الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله يا رب يكون عجبكم، ويا ريت لو لسه مشتركش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع أصحابك، وأشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله. يلا سلام عليكم.